السلام عليكم ناس الجياسكا، شوفوا الفريق تاعكم اللي تحبوه كيف يبادر وكيف يشرف أينما كان وأينما حل. شرفتمونا بارك الله فيكم في مبادرة رائعة جدا تحقق 1,000,000 لايك يا جماعة. هذا الفريق الذي يشرف أينما يحل يا جماعة، شاهدوا فريق شبيبة قبائل مع ممول الكوندور الجديد ذهبوا إلى وزاروا الأطفال في مستشفى نادير محمد بتيزي وزو. بروع، شرفتمون، لكم كل التقدير. فريقنا فريق شبيبة القبائل، فرحوا الأطفال، أعطاهم هدايا، بارك الله فيهم على المبادرة هذه الحسنة. يعني حاجة كتود مليحة، لازم نجمع، لازم قيموها ونطلوها ونبشروا بها ونهضروا العالم بكل باللي فريق شبيبة القبائل هو شي يدير. فريق شبيبة القبائل ليس كرة قدم فقط، أحيانا ربما حاجة هذه لما يفرحوا هذوك الأطفال المرضى اللي ربي جعل لهم شفاء جماعة دعاء لهم كيما يفرحوا وتفرحهم، هذه حاجة مبادرة حسنة تخلي قيمتك في العلالي يا جماعة، والمجتمع يهودي يحترمك وكل الناس تحترمك. هذه لما يقوم بها شخص واحد فقط، فما بالك لو يقوم بها فريق بحجم شبيبة قبائل. والله تكبر وتكبر دائما، أنت كبير وتكبر دائما. هذا هو الفريق، هاي صورة جماعية. نشكرهم بالمنبر هذا، ويحتاجوا ألف 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 وألف اللايكات. شكرا لكم، بارك الله فيكم على المبادرة هذه، واصلوا، أنتم الأفضل دائما. سلام خاوتي.